عايشه هنا الوندا تي في في نهائي فكرتي ومعايا فريق ميك موفي اللي كسب ما اعرفش ده ازاي بالعربي الانكيبيشن التحضير من فلات 6 لابس و70,000 جنيه مبروك ممكن تشوف ينفع برضه لو تشرحوا الفكره قدموا نفسك الاول عماد مطر الفاوندر ميك موفي دوت كوم الفكره عباره عن سوشيال نتورك ماركت بليس للفيلم ميكرز في الميدل ايست ونورث افريكا بيسكلي الفيلم ميكر يقدر يلوكيت الريسورسز يلوكيت الهيومن ريسورسز يرنت اكويبمنت وايفن يعمل بري برودكشن كل البري برودكشن سكيدولز ثرو ميك موفي دوت كوم بحيث ان هو مجرد ما يخلص الكيس دي ينزل على برودكشن على طول وذا فول ورك سكيدول لكل الكرو بتاعه. انا اسمي سلمى حسن انا مسؤوله عن التسويق الالكتروني للبروجكت من اول الاستراتيجي لغايه الانفورميشن لغايه ما يبقى اونلاين. والسوق بتاع الناس اللي بتعمل افلام كبير في مصر الناس اللي شغاله في الفيلم ميكنج اوفر ذا انترنت اكوردنج تو افكتيف ميجر هم 750,000 دول الناس شغالين في مجالات مختلفه طبعا موفيز واندبندنت سينما وتي في والميديا بجميع انواعها سواء اونلاين او اوف لاين والناس اللي شغاله ايفن في الكوميرشلز كل دول ار concerned with the filmmaking industry in per se. أول خطوة إيه بقى؟ شغالين على الـ development team أو technical team اللي هيشتغل على الـ product development. فكركم إيه في مسبب فكرتي نفسها؟ بالنسبه لنا فرقت معانا كتير جدا واز فيري بينيفيشال بالنسبه لنا لاننا استفدنا مش بس بالاكسبوجر واننا اتعرفنا على ناس كتير قوي يساعدونا في البيزنس كمان احنا البيزنس بلان بتاعتنا ما كانتش هتبقى بالقوه اللي احنا نزلنا بيها كبيزنس بلان وكريفينيو ستريمز من غير التريننج والمحاضرات وكميه المنتور شيب اللي احنا خدناها ثرو اوت المسابقه في الست شهور اللي فاتت. وايه احساسكم بالفوز؟ احساسنا بالفوز حلو جدا. اكسايتد الف مبروك وشكرا على وقتكم وموافقين ان شاء الله. شكرا.